يعني اعتقد انت منين يا عم فوزي؟ من المحل؟ من منين؟ من البحيره؟ من البحيره. ايوه نورتيني. يا مساء الفل على البحيره. يا مساء النور. وكل حوش عيسى. الله يخليكي. وشفت انت بقيت ترند يا عم فوزي. الله يخليكي، بس خديني على قد يا راعي، انا على قد في الكلام. انت على قدك، ده كبير عليا والله العظيم. الله انت، الله صل على النبي، الكلام الله صل على النبي، انت حكايه. الله يخليك. قول لي يا عم فوزي بقى، اولا انت فرحان؟ يعني قول لي بقى قصه الفيديو ده، انت فرحان بزراعه القمح؟ اولا انت عندك يعني بتزرع قمح، احكي لي حكايتك. والله حكايتي، والله يا باشا مهندس، انا من صغري ونزع قمح عن ابويا، يعني مولد ابويا الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. فالنهاية ايه، نزع كل سنه، بس السنه يعني ايه، اللهم صل على النبي، ضمنا القمح، والنهاية قعدنا لمناه على فارش زي ما شفتي على التسويق كده يعني. ايوه يعني انتوا بتزرعوا القمح، انت اصلا بتزرع قمح ولا جاي بتحتفل مع جيرانك اللي زرعوا قمح وبيحصدوه ولسه رايحين على الدرس بقى؟ لا ده احنا طبعا بنزرعوه انا وجيراني. بتزرعوه ايه؟ نزرعوه انا وجيراني. انت وجيرانك؟ بنزرعوه كلنا، حتتنا كلها بنزرع قمح يعني. وقول لي بقى حكايه الـ دي ارضك ولا ايجار يا عم فوزي؟ ايجار والله يا باشمهندس، والله ايجار، ما عنديش ملك. معلش وماله، ما برضو المستاجر الارض ده مالك يعني، والفلاح مالك. قول لي. نعم معاكي معاكي. قول لي يا عم فوزي، ايه اللي خلاك ترقص؟ انت فرحان؟ فرحان والله بالمحصول، والله وحصل القمح، وبعدين قعد ابن عم كده، قعد علي ابن عمي، احنا بندرسه كده، هاني دي ابن عمي، هاني ابن عمك. طب قول لي الفدان جاب معاكوا كام؟ جاب معاكوا قد ايه؟ 25 25 ارداب والله. 25 ارداب، ده كتير. ده حلو، ده محصول عالي والله، ده انت جايه عاليه يعني للفدان كده. تسلم. لما جاب بقى وقصاد مني انا كده، قعدت نرقص وفرحان على النجره، فابن عم ده جاب وانا بنرقص والله. فانت فرحان ان كمان المحصول جايب كبير؟ حصل والله، حصل فرحان والله. عندك ولاد ايه يا عم فوزي؟ عندي عيال، انا احمد مهندس بحاص ما شاء الله، وفارس عندي متخرج السنه اللي عدت والله، بس تعبان شويه يعني. الف سلامه، ربنا يخليهم لك ويديك الصحه. ونفسك في ايه يا عم فوزي؟ والله نفسي يا باشمهندس، هي يوظفوني بس فارس دي اللي عنده كده الشمال واقفه شويه. ايه ده، قول تاني كده، معلش مش سامع. فارس. فارس تعبان ابنك. الكلى الشمال واقفه. الكلى الشمال، عنده مشكله في الكلى الشمال. لا دي وقفت خالص، هي شغال من اليمين هو حاليا. فانت عايزه يتعالج؟ عاوزه يتعين بس. يتعالج ويتعلم، يتعين. لا هو يتعالج، هو كويس. يتعين. يتعين، تعينه ليا بس. حاضر، نقول للمحافظة ونشوف كده موضوع التعيين دي. عيب، هو بيشتغل ايه اصلا؟ هو يعني حاليا بيساعدني بقى، بيشيلني يعني، بيقول لي حط كذا واعمل كذا الارض. طب ما الفلاح احسن. الارض احسن يا عم فوزي. ايه؟ الارض احسن من التعيين. والله برضه انا مأجر، مش ملكي يا باشمهندس، مش ملكي. يعني بره بره، جوه جوه. ايوه. ما بتعمل الفلاح كده. قول لي يا عم فوزي، لما شفت نفسك بقيت على كل السوشيال ميديا، قالوا لك بقى كل جيرانك وقالوا لك اهلك، ايه ده الحق يا عم فوزي، انت صورتك في كل حته؟ انا والله انا راجل ما بيا ولا عليا، ما اعرفش الجن والصبح. ما اعرفش الفيديو الا الصبح. لا فارس ابني قد فرحت على جميع الدنيا يا ابوي. فارس. انا بحييك وبقول لك يعني شكرا على ان انت اسعدتنا، ومبروك عليك المحصول، ويا رب يسعدك انت وولادك، ونشوف كده قصه عم، ونشوف قصه فارس، ربنا يكرمنا ونعرف نحلها لك ان شاء الله. شكرا الفلاح عم فوزي الصعيدي من البحيره. الفلاح بالارض علاقه قديمه جدا. احنا كده بنحس انه الارض دي هي اساسنا، النبت ده، الزرع والمحصول،
مش بس من الأفلام اللي شفناها، ولكن إحنا مشاعرنا مشاعر المصريين تجاه الزراعة عايزينها ترجع تاني، وعايزين نركز عليها تاني، لأن هو ده الأصل، هو ده الأصل، إحنا فلاحين، ده الأصل. كلنا كلنا لما بنتقابل لسه لحد دلوقتي بنقول أنت منين وأنت منين وأنت أصلك منين، والبني آدم اللي له أصل في الريف ده، ده بيبقى حد يعني كريم كده وعنده أصول محترمة.